بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض على عملية إن إحنا نعمل ما يسمى بالفرنشايز أو الامتياز التجاري. ده نوع من أنواع الاستخدام اللي ممكن نستخدمه في دعم المشروعات الصغيرة. تعالوا نشوف مع بعض إيه هي أهم النقاط اللي إحنا هنتكلم فيها النهاردة. هنتكلم مع بعض النهاردة على تعريف نظام الامتياز التجاري الفرنشايز، ونعرف ايه هو التعريف التجاري بتاعه، ونشوف ازاي حدث نظام الفرنشايز ده، يعني ظهر ازاي وايه التطور التاريخي ليه، ونشوف اهم مزايا وعيوب نظام الفرنشايز طبعا طبقا لأهم انواع نظم الامتياز الموجودة، ونشوف ايه اهم المؤسسات المشهورة في العالم كلها اللي بتعمل بتنظيم عمل نظام الفرنشايز. نبدأ بأول نقطة معانا وهي تعريف نظام الامتياز التجاري اللي هو الفرنشايز. طبعا ظهرت هذه الظاهرة أصلا، أو اللي هي منح الامتيازات التجارية الفرنشايزينج، دي بدأت في وقت معين في ظهار قوة بعض الشركات والاقتصاديات في مختلف دول العالم، لأن هو ممكن لقت إن دي عقود ممكن تتعمل من شركة أو مؤسسة معينة بتقدم سلعة أو خدمة أو تكنولوجيا معينة وليها علامة تجارية مميزة، وبالتالي أقدر أشوف إيه الأنظمة التجارية الإنتاجية بتاعتها، إزاي بتسوق منتجاتها، وبالتالي أقدر أستخدم اسمي والمركز اللي أنا عملته لنفسي في إني أدي ده لشخص آخر، إن أنا اللي هو مانح الامتياز ده بيدي هذه الميزة أو هذا الاسم التجاري اللي هو عمله لشخص آخر، وبالتالي الحاصل على الامتياز اللي هو الشخص الآخر المتلقي لهذا الاسم طبعا ممكن يستفيد من نجاح المنتج والاسم التجاري مقابل انه يدفع مبلغ معين لمانح الامتياز طبعا من قيمة المبيعات او من قيمة الارباح اللي هو بيبدأ يحققها. طبعا المرخص له لنشاط معين طبعا ما بيعملش، ده يعتبر مشروع مستقل رغم انه هو يعتبر واخد الاسم التجاري او واخد حق الامتياز من المرخص، الا انه يتميز بانه في مشروع ممكن يقوم به وبالتالي يحقق من خلاله فرص كويسة جدا. طبعا نظام الفرنشايز او الامتياز ده بيعمل فرص استثمارية كتيرة قوي لبعض الافراد اللي ممكن تشتغل في مشروع قابل للنجاح وتستغل فرصة النجاح الاساسي للمشروع الاصلي، وتقدر تعمل نجاح وتعمل استثمار، وممكن تأجر علامة تجارية، ممكن تؤجر طبيعة النشاط اللي بيتعامل فيه طبعا، ونتيجة ان كتير من الناس لسه ما عندهمش خبرة، فانا اقدر كده استفيد من خبرة الاشخاص مانحي هذه الامتيازات او مانحي الامتياز التجاري للشخص الاخر. تعال نشوف كده اهم حاجة التعريف التجاري نظام الفرنشايز او نظام الامتياز. طبعا هو عقد بمقتضاه بيمنح الطرف الاول اللي هو مانح الامتياز حقوق الملكية الفكرية، سواء كان اسم تجاري، علامة تجارية، براءة اختراع، او معرفة فنية معينة او تكنولوجيا معينة، بيمنح هذا الشيء الى الشخص او الطرف الثاني اللي هو ممنوح الامتياز عشان تمكنه من بدء النشاط التجاري واداء عمل واخده من خلال منفعة ممكن يحققها من خلال هذا الامتياز. وبالتالي يبقى عندي هنا ثلاث حاجات أساسية أو ثلاث ركائز أساسية بيتكون منها هذا الامتياز. أول حاجة مانح حق الامتياز، وهو الطرف اللي بيقوم بإعطاء خبراته أو إعطاء اسمه التجاري أو إعطاء خبراته في الإدارة أو خبراته في التسويق بهدف إعادة استثمارها مرة أخرى، من خلال إن هو بيمنح الآخرين حق استغلالها مقابل رسوم أو نسبة من الإيرادات. الطرف الثاني وهو ممنوح حق الامتياز اللي هو الطرف اللي بيتلقى
الامتياز نفسه، وده الطرف اللي بيهدف إلى إنشاء مشروع جديد مدعم بمقومات نجاح ودعم فني وإداري بيضمن له استمرارية هذا النجاح. يعني أنا باخد حاجة ناجحة، أكيد أنا مش هروح أخد أو أطلب حق امتياز لمشروع فاشل أو مشروع غير سليم، لكن أكيد هدور على مشروع ناجح وله اسم كويس عشان أقدر أخد حق الامتياز بتاعه، لأني هدفع مقابل ده من فلوسي أو من أرباحي. العنصر الثالث من عناصر النظام الامتياز اللي هو العقد المبرم ما بين الطرفين، وده عقد بيتعمل بين طرفين مستقلين قانونيا واقتصاديا، يقوم بمقتضى أحد طرفي والذي يطلق عليه مانح الامتياز بإعطاء بعض الحقوق للطرف الآخر اللي هي بيطلق عليه الممنوح أو متلقي حق الامتياز، سواء كان بقى في استخدام الاسم التجاري، استخدام العلامة التجارية، في براءة اختراع معين، أو في استخدام تكنولوجيا معينة، أو في بعض الطرق الصناعية، أو بعض المعرفة الفنية لإنتاج المنتجات، أيا كان حسب طبعا العقد اللي بيتم ما بين الطرفين. كل واحد بيدي اللي هو يقدر يعمل ايه، الخدمات اللي ممكن يقدمها الطرف الاول للطرف الثاني، ونبدأ نشوف ممكن ايه الالتزامات المطلوبة من كل طرف تجاه الطرف الاخر. وطبعا زي ما قلنا العقد شريعة المتعاقدين، بيتفقوا مع بعض على نقاط معينة ويبدأ كل واحد يشوف ايه المزايا اللي ممكن يحققها الطرف ده للطرف الاخر. تعالوا نشوف ازاي بدأ نظام الفرنشايز ده وازاي انتشر في العالم. طبعا هو بدأ اصلا في فترة الخمسينات، تحديدا سنة 1851، وده بدأ في الولايات المتحدة الامريكية لما كانت شركة سينجر، وهي شركة طبعا مشهورة جدا في ماكينات الخياطة، عايزة تمنح تنشر منتجاتها من خلال نظام مبسط للامتياز. فهي عايزة تنشر صناعة الماكينات بتاعتها، ماكينات الخياطة دي، فبدأت تعمل نظام زي نظام اللي هو في نظام الفرنشايز. في بدأت تحاول في فترة التسعينات من القرن العشرين ان هي تبدأ تنشر الحاجات اللي ممكن تتعمل. طبعا انتشر اكتر في فترة التسعينات على ايدين شركات البترول، اللي هي بدأت تعمل نظام الفرنشايز على اللي هي شركات البنزينات، يعني اللي هي محطات خدمة البنزين، اللي هي بحيث ان انا كشركة بترول اقدر انشر الخدمة بتاعتي في اماكن كتيرة. طبعا كان صعب برضو ان انا كشركة بترول لأعمل كل هذه الاستثمارات، فكان ممكن عن طريق نظام الفرنشايز برضو أقدر أمنح هذه الشركات حق الخدمة وحق استغلال اسمي أنا التجاري، وأمدهم باحتياجاتهم من الغاز والبترول إلى آخره. وبالتالي بدأت كثير من الشركات تتبع هذه السياسة اللي هي سياسة إعطاء الفرنشايز لصغار المستثمرين. ما عملت كده شركات المية والكهرباء والغاز وكل الشركات اللي عايزة تنشر خدماتها بشكل ما يضرهاش طبعا، وبشكل يكون له فايدة كبيرة عليها، لانها بتاخد مقابل هذا الحق، بتدي حق التوزيع، ممكن تدي حق الانتاج، ممكن تدي حق الخدمة، ايا كان الحاجة اللي بتديها، ولكن هي بتاخد مقابل ده ارباح او جزء من الارباح الخاصة بهذا النظام. المانح المزايا والعيوب بقى من وجهة نظر المتلقي اللي هو الشخص اللي بيتلقى هذا العقد او هذا الامتياز. فبالنسبة للمزايا، هو هيمارس عمل سواء كان نشاط خدمة، سلعة، منتجات، تكنولوجي معينة هو تم اختبارها قبل كده في السوق، وبدأ يبقى ليها اسم معروف، وبدأ يبقى ليها معرفين ايه المخاطر اللي فيها وايه المزايا اللي فيها. وبالتالي انا هنا عندي عمل سابق النجاح، وبالتالي بيبقى سهل قوي ان انا اتعامل في شيء له اسم كويس وله نجاح سابق. هنا ممكن كمان اخد بعض المساعدات من المانح في طول مدة العقد بتاعي، سواء كان بقى ازاي اتعلم الانتاج، ازاي اتدرب عليه، ازاي اعمل تسويق للمنتج والمبيعات، ايه اسس الادارة اللي انا ممكن استخدمها، طرق الحسابات بتاعتي، طرق التسويق اللي ممكن استعين بيها، كل ده ممكن المانح يساعدني فيه، ممكن يديني كل الطرق وممكن يكتب لي كل حاجة ممكن تتعمل ازاي، وبالتالي هستفيد من الدراسات والابحاث اللي قام بيها
المانح نفسه، هستفيد من طريقة أدائه، هستفيد من الاستشارات اللي بيقدمها لي، ممكن أستفيد من الأجهزة والمعدات وإزاي بتتعامل أو أتعامل معاها، هيقول لي برضو أختار الموقع اللي أنا هقعد فيه فين واللي هتعامل فيه إزاي، كل ده بالإضافة لبعض المشورة القانونية، المشورة المالية، كل دي حاجات ممكن أنا أستفيد بيها من المانح. ممكن كمان أستفيد من أني أقدر أخد بعض القروض من البنوك من خلال استخدام أن أنا تبع أو مانح متلقي من المانح اللي هو له اسم كبير وله اسم معروف، وبالتالي بقدر أستفيد من السمعة الاسم التجاري ده لما بختار المكان أو لما باخد قروض أو لما بتعامل مع جهات أخرى خارج المنظومة بتاعتي. أما بقى عن أهم العيوب، إن طبعا أكيد المانح بيحط لي شروط مقيدة قوية عشان يضمن فيها إن أنا مخرجش عن النمط المعتاد بتاعه في عرض المنتج أو في تقديمه أو في طريقة بيعه. طبعا هو بيبقى له أسلوب معين في الأداء، أسلوب معين في الإنتاج، أسلوب معين في تقديم الخدمة، فهو ساعات بيحط كل هذه الشروط بشكل واضح جدا في التعاقد، وبالتالي بيبقى دايما عنده في الغالب بيحط لي وسائل مراقبة الجودة والنظافة، بيحط لي لازم اعمل ايه مقابل ان انا استغل هذا العقد او استفيد منه، فهو بيحط لي شروط كتيره قد تكون مقيده بشكل كبير وبتخليني ما اتحركش الا في حدود اللي هو طلبه مني. بالاضافه بقى ان انا بدفع مبالغ او مقابل مادي لهذا المانح، طبعا مقابل ان انا اخدت اسمه في الفرنشايز ده واخدت اسمه في الامتياز، وبالتالي كانه بياخد مني اتاوه او بياخد مني نسبه من الارباح بتاعتي بضطر ادفعها على طول، سواء كانت في صوره نسبه مئويه او في صوره مبلغ معين محدد، وبالتالي هو كانه بياخد جزء كبير من شغلي ومبيعاتي وارباحي نتيجه فقط ان هو مديني اسمه. وطبعا ده طبعا اكيد بيبقى بينص عليه العقد، وبالتالي عادة المتلقي ممكن لو ما حققش أرباح كويسة أو ما قدرش يغطي ممكن يفاجأ بأنه مش قادر يكمل في بعض الأحيان، لو كانت صفقة البيع كانت تميل أكتر إلى المانح، لكن في الغالب بيحاولوا دلوقتي أن الاسم أو السمعة والاسم التجاري والعلامة التجارية أن هي تبقى في مميزات من تحديد المقابل المادي ليها علشان يبقى فيه أنه يقدر يغطي تكاليفه بشكل ويقدر يتجوز وإنها الأرباح أيضا بالنسبة له. طبعا ده كله غير ان لو انا السمعة التجارية بتاعت المانح نفسه اتأثرت او كان فيها اي مشكلة انا كمان بتأثر، لان دي هتبقى السمعة بتاعتي كمان ويحصل اي حاجة، ولما انا مش من حقي ان انا استخدم السمعة بتاعتي انا لوحدي لان انا داخل تحت بند اسم تجاري لشخص اخر، وبالتالي ممكن السمعة التجارية بتاعتي تتأثر باي شكل او باي حاجة من الاحداث اللي ممكن تحصل لمانح الامتياز. النقطة اللي بعد كده اللي احنا عايزين نتكلم فيها على انواع نظم الامتياز، واحنا هنشوف ان في اكتر من طريقة ممكن نقسم على اساسها نظم الامتياز او الفرنشايز. في اول نوع عندنا اللي هو امتياز التصنيع، وهو هنا بيديني حق تصنيع سلعة وبيعها تحت اسم المرخص اللي مقدم لي علامته التجارية. طبعا هنا بيقول لي ايه هي المواد اللي انا ممكن استخدمها، التقنيات الخاصة بالتعاملات الصناعية، هنا بيديني ساعات لو في سر تجاري معين او تكنولوجيا معينة خاضعة لبراءة اختراع هو بيقول لي اتعامل فيها ازاي، وده عادة بيحصل في صناعات كتيرة زي صناعة الغذاء، صناعة بعض الادوية، صناعة بعض المشروبات، اللي بيديني كده حق ازاي اصنع واعمل اسم تجاري بشكل معين في كل الجوانب الصناعية. في امتياز آخر وهو امتياز توزيع السلع، توزيع هنا يعني أنا هنا مش بصنع السلع ولكن بقوم ببيعها، وده برضو امتياز من قبل المرخص أو المصنع إلى المرخص له، وهنا بيقوم مش بس بتصديع السلع أو بتقديم السلع لكن ممكن يقوم بتوزيع السلعة تحت العلامة التجارية الخاصة بالمرخص. يعني أنا باخد الاسم التجاري وبحط فيه السلعة، ممكن ما كنش أنا اللي بصنع، ممكن يكون السلعة بيتم بس مثلا تجميعها أو كده، ولكن في النهاية أنا بقوم بتوزيع السلعة من خلال الوسطاء التجاريين، وده بيحصل كتير في ناس محطات التعبئة الوقود زي ما قلنا قبل كده، محلات الملابس الجاهزة، المجوهرات. أنا هنا بوزع العلامة التجارية فقط ومش بنتج العلامة التجارية،
برضه ساعات في بعض الأحيان تلاقي بعض شركات مثلا الهايبر ماركت والحاجات دي ممكن تقوم بامتياز التوزيع في في بعض الامتيازات، أو في نوع آخر من الامتياز بنسميه امتياز صيغة العمل. وامتياز صيغة العمل هو اللي بيوفر لي المرخص، بيوفر لي المعدات، المواد الخام، مواد التعبئة والتغليف والدعاية وما إلى ذلك من وسائل الإنتاج والتوزيع والخدمات، وبيتعامل مع المرخص له مع خدمات المرخص بحيث ان هو بيديله امتياز بتبني فقط العلامة التجارية وطريقته الشاملة في عرض المنتجات لتصبح جزء من الهوية التجارية للمرخص. وبالتالي هنا ده اكثر انواع الانتشارا، لان هنا بيضمن ان التصنيع ما يبقاش الا حسب رؤية المانح اصلا، وده عادة بيستخدم اكثر في الاماكن الخدمية وبعض الحاجات اللي هي مخصصة مطاعم الوجبات السريعة زي الفنادق وزي الأماكن النزل وبأماكن الوجبات السريعة. دول كلهم ممكن يعتمد على طريقة العمل فقط وطريقة الأداء، لأن هنا ما بيبقاش في الغالب في حاجة تكنولوجية مثلا أخاف عليها، لكن في نفس الوقت أنا بلزمه بطريقة أداء معينة وبلزمه بخطوات معينة في عمل الحاجة المخطوطة بالنسبة له. ممكن كمان أقسم أشكال الامتياز بطرق أخرى، يعني ممكن أسميه بطريقة الامتياز أو الأسلوب اللي أنا هتعامل بيه. ممكن أقسم إلى امتياز استثماري، وده أنا هنا بيبقى الهدف مني إن أنا أعمل شغل أكبر وأتوسع أكتر بدون ما أصرف زي ما قلنا فلوس كتيرة، ودي عادة بتبقى أنا محتاج إدارات محترفة تتولى المشروعات. ده بيحصل دايما في الفنادق، في المشروعات المطاعم الكبيرة اللي بيبقى ممكن إدارتها بشكل نظام الامتياز. في كمان امتياز الإدارة، وهنا أنا ببقى تقريبا مسيطر، أنا كمانح ببقى مسيطر على كل وحدات المشروع في أماكن أو في مناطق مختلفة، لكن أنا بدي بس حق الإدارة وتنسيق الأعمال وتعيين الموظفين والتعامل معهم لبعض الناس اللي هم ممكن أختارهم بثقة على أساس إن هو يدير المشروع بتاعي في فروع وفي أماكن كتيرة حسب الرؤية بتاعتي وحسب أنا كشركة كبيرة ليا اسمي وأنا أشوفي يتعامل إزاي. في أيضا الامتياز المهني، والامتياز المهني هنا في مجالات مهنية معينة زي مثلا بعض الخدمات المالية، عمل السمسرة، الأوراق المالية، بعض بدي امتيازات مثلا للشركات اللي هي بتتعامل مع البورصة، للشركات اللي ممكن تتعامل في مجال خدمي معين، المراجعة المالية، مجالات بعض المجالات الإدارية، وهنا ده بيساعد على زيادة الخبرة الخاصة بالقائمين بهذا العمل المهني بشكل أو بآخر. في أيضا امتياز التجزئة، وهنا ده معناه إن أنا المتلقي هيصرف مبالغ كبيرة تجهيز المحلات والمكان وتأسيسه وعمل الديكورات واستخدام بائعين وعمال مختلفين، وأتولى بس إدارة وتشغيل المكان بنفسه. وده طبعا ممكن يحصل في محلات الملابس ذات العلامة التجارية المعروفة، محلات المجوهرات، محلات الإكسسوارات، محلات لعب الأطفال، كل دي حاجات من الممكن أوي إن أنا أستخدم فقط الاسم والعلامة التجارية لتوزيع أو لزيادة المساهمة في توزيع أوسع انتشارا للمنتجات بتاعتي. في كمان امتياز البيع والتوزيع، وده من أشهر برضو الحاجات، إن أنا بدي مهمة البيع أو التوزيع المباشر للسلعة لأشخاص آخرين، وعادة ده بيبقى باستخدام وسيلة نقل متنقلة للبيع أو توصيل السلع للعملاء. يعني أنا ممكن مثلا نظام اللي هو بتاع أطلب أو نظام اللي هو بيوصلك السلع لحد البيت، ده مجرد وسيط لتوصيل السلع لزيادة توزيعها في أماكن كتيرة، باستخدام بقى إن هو بيستخدم القدرة إن هو يوزع برضو الحاجات، طرق التوزيع دلوقتي اللي مستخدمة عبر الإنترنت اللي هي البيع عن طريق الأونلاين والحاجات دي، ممكن يبقى من خلال وسيط هو اللي بيقوم بعملية البيع، وده بيحصل في حاجات كتيرة وفي سلع كتيرة، منها برضو السلع الغذائية، منتجات السوبر ماركت، ممكن بعض أنواع دلوقتي السلع كمان اللي هي ما عليهاش بيع قوي زي الدراجات، زي بعض الأدوات الكهربائية. يعني في حاجات كتير ممكن تقوم على امتياز البيع والتوزيع. العنصر اللي بعد كده أو الطريقة اللي بعد كده وهو امتياز العمل، هو نوع من أنواع الامتياز التجاري برضو،
بيحتاج لاستثمارات قليلة أو بسيطة، وبيقوم فيه المتلقي بأداء خدمات من نوع مثلا تنظيف الأماكن، الصيانة، بعض إصلاح بعض الأجهزة المنزلية أو إصلاح بعض الحاجات المنزلية عموما. وده عادة ممكن يقوم بيه من بيته، أو ممكن يقوم بيه من أماكن محددة، بحيث إن أنا بعمل فيه استثمارات بساعد فيه الاستثمار ده إن هو يبقى مش ذو تكلفة عالية قوي على صاحب العمل، وفي نفس الوقت بساهم بإنه الاسم التجاري اللي هو أخده يقدر يساعده على الوصول لأماكن كتيرة من خلال اسم له وقعه عند الناس أو معروف عند الناس، وبالتالي يبقى فيه امتياز لأداء الأعمال الخاصة بكثير من الأمور. آخر نقطة عايزين نتكلم فيها، وهي أهم المؤسسات المختصة بتنظيم عمل الفرنشايز اللي موجودة في العالم كله. هنشوف أهم المؤسسات اللي موجودة، وهم مثلا أول مؤسسة عندنا هي الجمعية الدولية للفرنشايز الـ IFA، اللي هي اتأسست أصلا عام 1960 في الولايات المتحدة الأمريكية. وهي طبعا احنا عارفين إن ظهر الفرنشايز في الأول في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي كانت جمعية تضم المانحين والموردين في مجال الفرنشايز. وفي سنة 93 الجمعية دي بدأت تقبل المتلقين أيضا كأعضاء، يعني بدأت تضم ليها بعض الأعضاء في مجتمع الفرنشايز، وهي تعتبر التجمع الرائد لنشر المعرفة بالفرنشايز في العالم، وكانت مهمتها حماية وتحسين وترويج الفرنشايز في العالم. العضوية في الجمعية دي تنقسم عادة إلى 3 فئات، المانحون، ودول بيمثلوا حوالي 70% من الشركات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتلقين، ودول ناس كتيرة في كل أنحاء العالم، حوالي 29,000 من أنظمة الفرنشايز الكبرى سواء في الولايات المتحدة الأمريكية أو لو في أفراد من خارج الولايات المتحدة الأمريكية أيضا، والموردون، وهم الأعضاء الذين يوفرون المنتجات والخدمات والمساعدة لنظام الفرنشايز. الجهة التانية اللي احنا برضو نقول انها مهتمية بالفرنشايز، وهي المجلس العالمي للفرنشايز. والمجلس العالمي للفرنشايز هو عبارة عن تجمع للجمعيات الوطنية للفرنشايز في دول العالم المختلفة، وده تشكل سنة 1994 بقرار من الجمعية وتحت رعايتها، وهو يتكون من الدول الاتية، الدول اللي موجودة في الـ IFA للفرنشايز، وبالإضافة لكثير من الدول دخلت بعد كده، الأرجنتين، استراليا، النمسا، بلجيكا، والعديد من الدول اللي موجودة عندنا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وكان الغرض من إنشاء هذا المجلس تشجيع التفاهم الدولي والتعاون لحماية الفرنشايز والترويج له على مستوى العالم كله. أما بالنسبة لمصر، فمصر فيها الجمعية المصرية لتنمية الأعمال باستخدام الخبرة العالمية اللي هي الـ EFDA. دي منظمة غير حكومية ولا تهدف للربح، وتأسست سنة 2001، تضم في عضويتها أصحاب الأعمال من العاملين في مجال الفرنشايز، وبيبلغ عدد الأعضاء لحد فترة قريبة 82 عضو، يمتلكون أكثر من 100 علامة تجارية. وتهدف الجمعية لتشجيع وتعزيز فكرة الاستثمار من خلال التعامل بحقوق الامتياز التجاري. طبعا أكيد ممكن الأعضاء دلوقتي الحاليين ممكن يكونوا أكثر من كده دلوقتي بكتير، لكن يعني هي الجمعية الأولى اللي أنشئت لاستخدام فكرة حقوق الامتياز في جمهورية مصر العربية. كده احنا بنكتفي من هذا الجزء الخاص بالفرنشايز، وان شاء الله نكمل مع بعض محاضرات اخرى. وشكرا لحسن استماعكم.